فانا لو متصور ان الاستروجين والبروجستيرون هم دول اللي بيقدروا يعملوا more or less produce this gland and evolute for more continuation in specific cycle في الاندوميتريوم وكذلك في البريست وكذلك في الثايرويد. لو قدرت اعمل بلوك للهرمون الريسبتور ده فممكن جدا اقلل فرص الريكرنس تو ذيس ديزيز. اتفقنا؟ يبقى ابقى عارف انه الانواع اللي ممكن يبقى فيها هرمون تريتمنت والعيانه تجيلك من الاول تقول لك هو انا هاخد علاج كيميائي ولا هاخد علاج هرموني يا دكتور. يعني مهم جدا نبقى عارفين النقطه دي، نبقى فاهمين انه الهرمونال تريتمنت من الحاجات اللي ابليكابل في الاندوميتريال كانسر وفي البريست كانسر وفي البروستات كانسر وفي الثايرويد كانسر. تمام. هو بس هنا في يعني لو في سي تي او ام ار اي ده سي تي ومبين انه في ليجن موجود في الاندوميتري. هو انا بشوفه ازاي؟ عشان برضه هو ده مش من الحاجات اللي بتبقى سهله ابدا في الامجنج. هو الامجنج في البلبك ريجن مين اللي بيعتمد على الماجنتيك ريزونانس امجنج، مش بيعتمد على السي تي. يعني